صديقاتي أصدقائي داخل المغرب وخارجه، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. شكرا على جميل الإصغاء وطيب المتابعة. طبعا بالنظر للمناخ الجو السياسي الموبوء في شمال إفريقيا وفي العالم العربي، ونظرا للتهديدات المتواصلة لسيادة المغرب ووحدته الترابية من طرف الأعداء الجوار وغير الجوار، كيعمل المغرب في السنوات الأخيرة على الرفع من القدرات ديالو في مجال المراقبة الفضائية والأسلحة المتطورة اللي غادي تمكنو في المستقبل القريب إن شاء الله من السيطرة على كامل حدوده وترابه بشكل دقيق وآمن، والشيء اللي غادي يمكن له يضمن به المستقبل، يعني يضمن حماية بحرية وبرية وجوية لأمنه وترابه من طنجة إلى الجويرة. طبعاً كيعمل المغرب السنوات الأخيرة على الرفع من قدراته في مجال الفضاء والعسكري منه تحديداً، وذلك بالتعاون مع 4 دول وهي الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، إسبانيا، والإمارات العربية المتحدة. ويخطط حاليا حسب تقارير ووكالات أنباء عالمية إلى الرفع من هذه القدرات في وقت قريب وفقا لما تتيحه اتفاقية أبراهام مع إسرائيل الحليف الاستراتيجي اليوم في المنظومة الدفاعية العسكرية المغربية. وحسب صحيفة إسرائيل ديفنس متخصصة في أخبار الدفاع، فإن المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي الذي أسسه المغرب سنة 1989 يمتلك حاليا برنامجا لتطوير وتوسيع القدرات الفضائية للمملكة المغربية، خاصة بعد إطلاق قمرين صناعيين في الألفية الثالثة، الأول سنة 2001 والثاني سنة 2018، مع وجود مخطط لإطلاق أقمار صناعية أخرى قريبا. جميع الأخبار والتقارير الواردة سواء في الصحف المغربية أو الأجنبية التي مرجعها بدرجة أولى هو هذا الموقع الإسرائيلي إسرائيل ديفنس، كتأكد على هذه المعلومة وكتعززها بالكثير من المستجدات. إذا نفس الخبر، يعني نفس الموقع إسرائيل ديفنس، كيقول أن المغرب كيهدف من خلال توسيع هذه القدرات من أجل استغلالها في مجالات متعددة كالمراقبة ورصد المناخ وأيضا الاستخدام الفلاحي والدفاعي، إضافة إلى الاستخدام في مجالات أخرى كالطيران والإنترنت. كما يرى المغرب حسب الصحيفة الإسرائيلية ذاتها أنه من خلال تطوير قدراته الفضائية سيساهم بشكل كبير وإيجابي في إعطاء دفعة للاقتصاد المغربي على مستويات متعددة، كذلك تسريع من النموذج التنموي المعتمد اليوم على جميع الأصعدة، تكنولوجي، اقتصادي، تنموي، اجتماعي، ثقافي إلى آخره. أيضا نفس المرجع ونفس المصدر كيشير إلى أن المغرب تعتبر اليوم من البلدان الرائدة في إفريقيا في المجال الفضائي أيضا. ولهذه الأسباب يعني كاملة، إسرائيل ديفنس نفس الموقع كيقول أن المغرب كيتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وفرنسا في مجال أبحاث الفضاء، وقد بدأ اعتبارا من سنة 2019 في التعاون مع وكالات الفضاء في الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك في إطار برنامجه الهادف إلى التوسع والتطور. وكملك المغرب أي المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي الذي يعتبر هو وكالة للفضاء الرسمية للمغرب، وهو المركز الذي يدير حاليا برامج بحثية مختلفة ضمن إطار عمل الوكالة، مثل الاستشعار الجوي والأقمار الصناعية الصغيرة واستكشاف الفضاء والتقنيات الطبية والإنترنت والفضاء كبعد تجاري والقانون الدولي والبحوث المتعلقة بالقضايا الأخلاقية والمعنوية في سياق الفضاء، كما أشار إلى ذلك جريد مقال في جريدة الصحيفة المغربية. وتحدث تقرير الصحيفة الإسرائيلية عن تقديم المركز المغربي لبرامج بحثية، بالإضافة إلى مساعدات مالية. وتحدث تقرير الصحيفة الإسرائيلية ذاتها
عن تقديم المركز المغربي لبرامج بحثية بالإضافة إلى مساعدات مالية للشباب وخريجي المدارس الثانوية لاستقطابهم إلى مجال أبحاث الفضاء، مع إفادة طلبة للخضوع لبرامج متخصصة في هذا المجال في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا من أجل اكتساب المعرفة ذات الصلة وإعادتها للوطن حسب ذات المصدر. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تزامنا مع مخطط المغرب للرفع من قدراته في مجال الفضاء، فإنه قام في السنوات الأخيرة باقتناء العديد من الآليات التكنولوجية الحديثة لفائدة القنوات المغربية لاستخدامها عبر الرصد من الفضاء والجو من أجل محاربة بعض الظواهر مثل الهجرة السرية والتهريب الدولي للمخدرات، إضافة إلى محاربة الجريمة العابرة للحدود والإرهاب كذلك.